قال ترامب القدس لهم، وقال الله عز وجل: فإذا جاء وعد الآخرة ليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة ليسوءوا وجوهكم، وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. قال ترامب: لقد عمل فريقي ليلا ونهارا لإنجاز هذه المهمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من عاداهم. قيل: أين هم يا رسول الله؟ قال: في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس. قال ترامب: إن شعوب المنطقة نعمل لمصلحتها، ولا بد أن تقبل بما عملنا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يقاتل آخر هذه الأمة الدجال. قيل: أين هم يا رسول الله؟ قال: أنتم شرقي نهر الأردن وهم غربيه، حتى يختبئ اليهودي من وراء الشجر أو الحجر فيقول الشجر أو الحجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي ورائي، تعال فاقتله. قال ترامب: لابد للعرب أن يعتذروا عن الحروب التي خاضوها. وقال الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. إما أن يقتلنا كلام ترامب وأعوانه، وإما أن يحيينا كلام الله، ونحن على مفترق الطرق، لأنهم يخوضون حربا عقائدية، يقرؤون ما هو مسطر في توراتهم ويعملون بمقتضاه، ونحن أمة إذا لم نعمل بما جاء في كتاب ربنا فلا قيمة لنا. نحن اليوم في حالة ضعف، والضعف لا يعيبنا، والاحتلال لا يعيبنا، فإن الله عز وجل يقول: وتلك الأيام نداولها. وقال الله عز وجل: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه من غلبة وقوة وارتفاع شأن حتى يميز الله الخبيث من الطيب. فإن كان هنالك من كلمة نقولها، فأنا أقول لك: شكرا ترامب، لقد كشفت الحقائق ووضعت كل واحد أمام شخصيته وقلبه وفؤاده. إن القدس ليست حربا ولكنها مشروع أمة، القدس ليست حربا ولكنها مشروع أمة نحتاج فيه لأمران. الأمر الأول: ألا نقنط، ألا نهزم، لأن غلبنا على الأرض فما ينبغي أن نغلب على عقيدتنا. فقد مر في تاريخنا أن التتر دخلوا إلى بغداد فأسروا خليفة المسلمين ووضعوه في شوال من شيد وألقوه في النهر ليموت حريقا غريقا أعمى. وكان خطباء الجمعة يقولون: لتفتحن القسطنطينية ونعم الجيش جيشها ونعم الأمير أميرها. وكان صوت الهمس وقتها يقول: انظروا ماذا يقولون، وصدق الله وكذب التتر. ونحن اليوم نقول: صدق الله وكذب ترامب وأعوانه. والأمر الثاني: أننا نحتاج إلى إعداد مشروع لا إعداد حرب. فنحن ضعفاء والضعف لا يعيبنا، ولكننا نحتاج أن نجعل مشروعا لأبنائنا نقولها لهم ولو كلمة: فلسطين عربية، من بحرها إلى نهرها ومن شمالها إلى جنوبها، وبالعامية لن يضيع دين وراءه مطالب. فلسطين عربية، من بحرها إلى نهرها ومن شمالها إلى جنوبها. فلسطين عربية، فلسطين عربية، فلسطين عربية، فلسطين عربية.